حلباوي، صحفية بالتلفزيون الجزائري. الكاستينج الداخلي هذا هو فرصة لتثمين نقدر نقول لها مواهب، وإن شاء الله هذه الفرصة تمنح فضاء كبير، يعني راح يشاركوا فيها الجميع، ونتمنى لهم التوفيق والحظ إن شاء الله، وأنا واحدة منهم. سهيلة دغوم، محررة ومحققة بقسم روبورتاج. يعني العمل الميداني أخذ الكثير من وقتنا المهني، واليوم بما أنه كان كاين هذا الكاستينج الداخلي شاركنا كيفنا كيما الزملاء. نتمنى وإن شاء الله تكون تجربة جديدة لنا ولما لا، والتقديم هو جزء من العمل الصحفي، راح نخوضوا هذه التجربة الجديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، معكم متيوني مترجم ومصحفي في التلفزيون الوطني الجزائري. نحن كعمال في هذا الأخير نثمن هذه المبادرة التي قام بها التلفزيون الجزائري لاختيار المتمثلة في كاستين داخلي لاختيار منشطين المنشطات الإخبارية، وحظ موفق للجميع إن شاء الله. كنزاحات حمدري، صحفية من قسم الإنتاج التلفزيون الجزائري. أنا بدوري أضم صوتي لزملائي وزميلاتي الصحفيين والصحفيات، وأشكر المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وأثمن هذه المبادرة الطيبة التي تنم عن وعي وعن اعتراف بالخبرات والكفاءات الموجودة داخل التلفزيون باعتبار أنه كاستينج داخلي. نبيلة فراجي، صحفية بالتلفزيون الجزائري منذ 20 سنة وراء الكاميرا وأمام الكاميرا. اليوم شاركت في كاستينج داخلي كانت نظمته مؤسسة التلفزيون. إن شاء الله يكون التقديم من نصيب الأجمل والأحسن والمتميز، وإن شاء الله نتمنى فرصة متكافئة للجميع. نيروز محمد، صحفية بالتلفزيون الجزائري. يعني هذه المبادرة جميلة جدا من قبل المدير العام للتلفزيون الجزائري، يعني وهي ثاني مبادرة كانت سنة 2001، وهي مبادرة جميلة جدا لتحرير المبادرات والمواهب والطاقات. يعني العديد من الصحفيين يأملون كصحفي بالتلفزيون من الوزن الثقيل أن يقدم الأخبار أو الحصص. معكم عبد العزيز بن سالم، صحفي في القسم الرياضي بالتلفزيون الجزائري. شاركت طبعا اليوم في الكاستينج الداخلي للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري فيما يخص تقديم الأخبار وأيضا تنشيط البرامج الحوارية. طبعا نثمن هذه الخطوة وهذه المبادرة، هي تأتي من أجل تثمين أولا الموارد البشرية الخاصة بالتلفزيون الجزائري من خلال المذيعين والمنشطين، وأيضا من أجل اكتشاف أيضا المهارات. أمينة نوزر، رئيس نشاط ثامنة. هذا الكاستينج هو مبادرة جيدة من طرف المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، كاستينج داخلي يسمح للصحفيين أن يظهروا على شاشة التلفزيون سواء في برامج أو حتى في نشرات الأخبار. الشيء الجيد كذلك من خلال هذا الكاستينج هو أن قامات إعلامية هي التي تشرف عليه، من بينها سوريا أبو عمامة، السيدة مزهود، والسيدة فورية، وقاسم جعفر، كلنا نعرف جيدا هذه القامات الإعلامية. إذا نتمنى حظ موفق للجميع. وليد غريبية، صحفي بالقسم الرياضي للتلفزيون الجزائري. على بركة الله شاركتني في الكاستينج الداخلي المنظم من طرف المديرية العامة للمؤسسة العمومية للتلفزيون. هذه الخطوة التي نثمنها والتي تأتي في سياق اكتشاف ودعم المواهب التي تسخر بها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وكل ذلك في خدمة المشاهد الكريم بصورة تليق ب سمعة التلفزيون الجزائري. أنا نجوى الخضر قريقة من التلفزيون الجزائري قسم الروبورتاج. يعني بعد عمل في المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري لمدة 13 سنة، أعتبر أنه هذا الكاستينج الداخلي هو مبادرة طيبة من القائمين على هذه المؤسسة، وهو فرصة لجميع العاملين بالمؤسسة، لمن كان له حب يعني الظهور على الشاشة ومن له ميول للتقديم أو التنشيط. أتمنى التوفيق للجميع وحظ موفق.